معنا كمان من العاصمة اليابانية طوكيو، رجع لنا مرة تانية أستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. نقول صباح الخير بقى أستاذ علاء، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير عندكم، بس احنا عندنا لسه الساعتين بالليل. اتنين، ما عشان كده بقول صباح الخير. يعني اتنين الصبح يعني. طيب قول لي يا استاذ علاء، يعني اليوم النهارده كان اخباره ايه؟ طبيعه اللقاءات اللي قام بيها الرئيس ده من ناحيه، وقول لي برضو رصدكم لوسائل الاعلام اليابانيه ازاي تابعت هذه الزياره، ويعني تحليلها بشكل عام. هو عموما الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل يعني بالليل النهارده، وهيبدا بكره نشاطه ان شاء الله في العاصمه اليابانيه. يعني في الحاجه الاولانيه عايز اقولها ان احنا الناس هنا مؤدبين لدرجه كبيره، يعني انا مش عارف الشعوب دي مؤدبه كده ازاي، يعني حاجه غريبه. يعني حتى انا كنت فاكر ان الشعوب اليابانيه ان هم بيحترموا بعض بالانحناءه، بس لقيت ان لما بيتكلموا اي حد يكلم حد ما بيدروش ظهره، بيرجع كده بظهره عشان ما يدروش ظهره يديله وشه. الاحترام جميل. يعني يا رب ناخد العدوى الحلوه دي. حاجه احنا عندنا حقيقيه في مصر ساعات يمكن واحد وهو بيكلمه يديله ظهره اصلا يعني. المهم وبعدين يا استاذ علاء اتفضل. يعني كلام الزلزال في الشتيمه هتبقى حميميه. لا انا عايز اقول الرئيس طبعا بكره هيبدا ان شاء الله نشاطه الصبح الساعه 10 الصبح بلقاء مع رئيس وكاله جايكا اللي هي وكاله التنميه اليابانيه، هي وكاله بالنسبه لمصر انها حاجات كثيره جدا، يمكن على راسها زي ما احنا عارفين الاوبرا وزي مستشفى بوريش ومترو الانفاق الرابعه يعني ساهمت فيها، وان شاء الله في بعض كتير من المشروعات اللي تقدم بيها. طرف كده مع محافظ طوكيو، دي برضه مهم جدا، لان طوكيو استطاعت ان هي تحل ازمه المرور، وازمه المرور بالنسبه لنا دي في غايه الاهميه. بعد كده يمكن احنا في حاجه بنتحدث فيها مع السفير النهارده، بالفعل زار مصر خبراء من مرور من طوكيو، وشافوا طبعا الفوضى عندنا في الشارع المصري، فعلا مفيش فايده، نفى الكلام ده، قال لك الكلام ده مش مظبوط، دي كانت شائعات من ظهر كده من 10 سنوات يمكن عشان المرور عندنا في مشاكل، لكن بالفعل هم ممكن هياتوا الى مصر بكره الرئيس لما يتحدث مع المحافظ، هيقدر بالفعل عاصمه اليابان هي تحل مشكله المرور. يعني احنا بندرس التجربه اليابانيه في مساله المرور وازاي يتعاملوا مع الزحام، وكمان تجربه التعليم، وايه تاني؟ ايه تاني مطروح؟ يا استاذ علاء. ايوه اتفضل، سامعاك. سامعني حضرتك؟ سامع حضرتك. اتكلم امام البرلمان. بس الاهميه ان هم البرلمانيين هم طلبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يتحدث امامهم، يمكن هيكون اول رئيس، اول زعيم عربي بيتحدث او افريقي كمان او شرق اوسط يتحدث امام البرلمان الياباني. كان في قبل كده 5 زعماء فقط من العالم تحدثوا امامه، ليس بينهم عربي او افريقي او شرق اوسطي. اهميه هذه الكلمه ان هم عايزين يعرفوا وجهه نظر مصر في ما يتعلق بمواجهه الارهاب، ان هم بصدد تغيير الدستور عندهم لكي يشاركوا في عمليات حفظ السلام. احنا عارفين بعد الحرب العالميه الثانيه الدستور بيمنع اليابان ان ترسل قوات للخارج، لان بعد ان قتل يابانيين في الهجمات الارهابيه اللي تعرضت لها الجزائر، ثم اليابانيين برضه سائحين في الهجمات الارهابيه الاخيره بتاعت تونس، وايضا الهجمات الارهابيه الاخيره في فرنسا في باريس في نوفمبر الماضي، فبداوا يدركوا ان الارهاب يعني لابد ان يكون هناك مواجهه عالميه، والاتفاق يستمعوا بدلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه نظره فيما يتعلق بمكافحه الارهاب، خاصه انهم يعتقدوا ان مصر تتقع مثل بقيه المنطقه، المعلومات اللي كانت عند معظم البرلمانيين هنا واحنا تحدثنا مع بعض منهم الوفد الاعلامي المصري، قالوا ان كان هناك اعتقاد بان المنطقه كلها تقطع، وانه بعد العراق وسوريا وليبيا مصر الدور سياتي على مصر، لكن صمود الشعب المصري في مواجهه هذا مخطط التقسيم او مخطط الفوضى الخلاقه. طبعا الشعب المصري في 30 يونيو اللي لبى النداء الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون بكره برضو. طبعا استاذ علي، يعني في استقبال، في استقبال يعني شعبي او الجاليه المصريه في اليابان هتكون حاضره برضو قدام البرلمان في تنسيق في ده؟ ما انا ما سمعتش كويس فاني صدق. حضرتك بتقول لي الشعب المصري وفي اليابان، فانا استنتجت ان الجاليه المصريه او هيكون في استقبال شعب للرئيس امام البرلمان الياباني. اليابان ما فيهاش جاليه مصريه كبيره على الاطلاق، بس هم اللي انا بقول البرلمانيين اليابانيين هم اللي يتفوقوا. تمام.
فيما يتعلق بمواجهه الارهاب. طيب قول لي استاذ علاء برضو معلش نستفيد برضو بوجود حضرتك وبعتذر ان الخط بيقطع، لكن كنت بسال برضو عن اولا الاوساط السياسيه وسائل الاعلام اليابانيه. يمكن احنا تابعنا في الخبر برضو ان الرئيس هيكتب مقال في اكبر جريده اقتصاديه في اليابان، وفي برضو حوار تاني اتنشر مع الرئيس قبل وصوله لليابان، فكلمني على الجزئيه دي. لا طبعا هناك فيه اهتمام كبير جدا، لان اليابان عندها مشكله كبيره جدا دلوقتي، ارتفاع لايدي العامله لديها، ولقت ان هي في سوق كبير جدا في افريقيا، في 600 مليون افريقي على الاقل مصر بتعمل معاهم دلوقتي اتفاقيه منطقه حره من اول القاهره الى بريتوريا، من القاهره الى جنوب افريقيا، مرورا طبعا بالسودان واثيوبيا وكينيا وزامبيا وخلافه الى النصر لجنوب افريقيا. هم بيروا ان اليابان ان الصين استطاعت ان هي تنفذ الى الاسواق الافريقيه هي والهند، وهم ابتعدوا عن هذه المنطقه، فهم يحاولوا ان يدخلوها. ولذلك سيكون هناك برضه في المنتدى الاستثمار المصري الياباني اللي سيعقد، سيكون الى جانب طبعا العاصمه الاداريه الجديده والى جانب محور قناه السويس، هم مهتمين باهتمام كبير جدا. هناك ايضا موضوع مشاركه الشركات اليابانيه في محور تنميه قناه السويس بشرط ان تنفذ ايضا الى الدول الافريقيه، من الحاجات المهمه. وهم طبعا بينفذوا الى الاسواق العربيه والخليجيه بقوه والاوروبيه، لكنهم يريدون افريقيا، هم شايفين هم في افريقيا بعيدين جدا. وهنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحاول ان يكون هناك شراكه ثلاثيه في اطار رؤيه مصر الجديده استراتيجيتها مع افريقيا، ان يكون هناك تبادل مصالح بين مصر وافريقيا، وكمان اليابان على استعداد تام لان يكون هناك تعاون ثلاثي، وده هيصب في مصلحه مصر حتى عندما يكون هناك مفاوضات فيما يتعلق بسد النهضه. فانا عايز اقول ان برضو افريقيا ستكون في اطار اهتمام مع اليابان، الى جانب طبعا محور قناه السويس سيكون له طبعا يعني منتدى، في منتدى رجال الاعمال او المنتدى الاقتصادي هيكون الدكتور احمد درويش على راس المتحدثين في هذا المنتدى، اللي هو طبعا رئيس محور التنميه الاقتصاديه لقناه السويس، سيتحدث امام اليابانيين كيف ان هذه المنطقه 461 كيلومتر ستكون منطقه خاصه تماما، وستستطيع اليابانيين ان يذهبوا اليها وان يقيموا استثمارات دون اي معوقات، لانه هيبقى بعيد جدا عن اي بيروقراطيه وعن اي قوانين حتى في مجال الاستثمار، لانها منطقه حره تماما. تمام، شكرا جزيلا على المعلومات استاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لحضرتك.